إنا لله وإنا إليه راجعون. أسكري كاتب سن عيدن كدولة فدرا كاي سوماليا يا حالي مغالدة سين بغدوش يكتو كتنك برد ليرا هيدا فالكاني أيا كرد عاي حافظ كم إذا حافظها مغالدة مغدوش وقارهان دك مدى سين دي ليلي قبل كبنادر وحانا كوار اللي دليل هو مقعامي جري هاني إسماعيل يوبني وررك لدوان أيا كسو بحا يا قاب كله تكتنك برد سين أيضا نورك خار أي شيء يعنى إن هني أي أقدر يترساس وفري أسكري دونا يي إنه كلا إريو لبقى يسوي درس أها وقعن كهذا البحمري لكن هل كورك كلا أي شيء يعنى أسكري جود أمور كلا ده حق لي كديمنا ما ذا حك حبتك جرب فتي سدى سنة يكون متي الله هنا حريستي هني يا لهد أور بلوينا وحين إفك كجتك تي لبع رورا إذا شيء سدى ينوح حقيقيا إهل ذي ده danka kale askari geystay falkaasi ayaa goobta iskaga baxsaday sida caadada ahayd idinka dawladda Soomaaliya badan muuriyanti hore ee magaalada Muqdisho ayaa mar walba iska dilay dhalinyarada bajaajliida iyadoona ciidanku ay xabada ay ka soo horeysay inta badanba maadaama aysan u aabanixinin dad badan ayaa ku xulaya dilalka ay geystaan ciidanka dawladda inay u badan yihiin intooda badan ku isticmaalaan balwada لوده نوعين ذكر دوان قف كنا مسكح لي سمغانت هاي قف مسكح لي سمغانت هاي أقر لودي منا نبوا الباقي كي ما نكرانا ما أهم مركي ور يسي عيد دول ديد دلان قف شعب ما أهم مركي ودم بين دون توسيد على قياس يو عيد دول ديد دلان قف شعب سنة دي ودم بيي نتكلم على هذا المقدس يا وجهه يا على نسك جاي معنا يا يدرج جوكتا عيد كدول ده بنك كلامنا دين على كلامنا وحكت دلائي كوهار بيجي سدا يا شباب لأن يرى بلان أكو شخص لسيطة بشاش تا يا نفتو دقوة يي كدي مركي أسكاري كات أسكاري أسكار كات تسان عيدة مدى الدولاد دا أي ديلين قاركون نا نوش الوقة بتاي قاركون نا إلا إيها تلب بادي قوبة يو دولاد سوماليا يا عام قوة إني باريتان إيو دبا قلسو بسو لكن نتيجة عن دلين ميش هسين اللوغة تاقو إنت بدانا لكن مرك قار نوحان عضاء إن أسكرت قار أيكو فالك كجرو عما مركا سيكب حيو ديك قعما كله قعان تلغوني قو شكا داني هو شكا أرقق أحليه مداما قبرنا عني أي هيد هو يهيس تلبع عرورة سيدو كلنا أي هيد هو يهور له قفكا سي أم أسكري سي أي سيدو كلت ديلي لبن نف دي دي لغو يشن ودي بدونو لبن نف أو كجرتا هو يدا سي أور كيدا أي هو يدا نفتي كيدا murugo iwal wal ayaa soo wajahday qoyska ka dhalatay Han Ismaaciil iyo Banee ee ku nool degmadaasi Deynile inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa antaasi udreena qoyska Han Ismaaciil iyo Banee iyo dhammaan ehelada iyo qaraabadeeda geerida naxdinta leh ee ku timaaday ee gacanta ka xaqdaran ee ku toogatay gurigeeda horteeda magaaladaasi Muqdisho gaar ahaan degmadaasi Deynile oo Maxamed Alfa salaamullaahi alaykum.